ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في lecture 2 في ال fundamentals of the information systems. وفي المحاضرة دي هنتكلم في 5 objectives. تمام، اول حاجة ان احنا هنفهم ايه يعني ايه system ويعني ايه information system وايه ال relation اللي ما بينهم او ايه الحاجة اللي بتربطهم. هنفهم ليه ان الانفورميشن سيستم دوت بيبقى حاجة مهمة في البيزنس وبيبقى مهم للأورجنايزيشنز. تمام، وهنعرف ايه الأهمية بتاعته في مجال البيزنس عموما. هندي شوية examples على الأنواع الرئيسية بتاعت الانفورميشن سيستمز اللي ممكن تقابلنا في الحياة العملية أو اللي بتستخدمها معظم الشركات. اوكي، بعد كده هنتكلم عن شوية التشالنجز أو التحديات أو العقبات اللي اي بيزنس مانجر ممكن يقابلها عشان يوصل لان هو يعمل ديفلوبمنت لاي انفورميشن تكنولوجي في البيزنس بتاعه. تمام، وهنتكلم عن شوية فاميلياريتيز في الاوبورتيونيتيز في الانفورميشن سيستمز عندنا وهنفهم ده بالتفصيل. اوكي، اول حاجة هنا بيتكلم عنها الاي كوميرس. يعني ايه اي كوميرس؟ الاي كوميرس اللي هي التجارة الالكترونية. باختصار هو هنا بيتكلم ان التجارة الالكترونية بتبقى عبارة عن اكتر من ستيج او اكتر من بروسيس، الباي والسيل والماركتينج والسيرفيس والبرودكت والانفنتوري. كل ديت حاجات بتعمل انتجريت مع بعضيها، بتتكامل مع بعضيها بحيث ان هي تطلع لي اي كوميرس. الاي كوميرس برضو مثال على الانفورميشن سيستم. وبرضو هنا في عندنا 3 مصطلحات مهمين جدا، الانترنت والانترنت والاكسترانت. وايه الفرق ما بينهم؟ خلينا نبتديها بالانترنت او الانترنت عامة. داون اللي هو بيبقى الانترنت عامة اللي هي الورلد وايد ويب او الشبكة اللي احنا بنتعامل بيها عامة. اوكي، الجلوبالي انترنت الشبكة العالمية. الانترنت اللي هي بتبقى داخلية داخل منظمة معينة، يعني مثلا عندنا في الكلية بيبقى في لان او شبكة بتبقى خاصة بالكلية بتاعتنا بس، دي اسمها انترانت. انترا من اللي هو انتاير او داخلي. اكسترانت، اكسترانت اللي هو ما بين اورجنايزيشن والتانية، زي مثلا يبقى في عندنا شبكة داخل الجامعة. اوكي، الجامعة مش الكلية، فدي شبكة بتربط الكليات بتاعتنا كلها ببعض، فدي تعتبر اكسترانت. اوكي، وده الفرق ما بينهم وال3 مصطلحات دول عموما. يعني فهنا هو بيتكلم ان معظم البيزنس دلوقتي بيستخدم الثري تايبس دول من النتوركس، وطبعا دول بيخدموا في حاجات كتير قوي في الكوميرشال بروسيس او الحاجات الاوبريشن التجارية عامة والادفرتايزنج والكلام ده كله. تمام، وبرضه هنا بيتكلم ان الاي كوميرس سيستمز بقت بتحتوي على الانترنت ويب سايتس، زي ما احنا قلنا ان هي بتبقى عبارة عن ويب سايتس بنبيع عليها المنتجات والكلام دوت، فانت ما بتبقاش محتاج اصلا ان انت يبقى عندك مكان تبيع فيه او كده، بقت كلها بتعتمد على الانترنت ويب سايتس فور اونلاين يعني. تمام، فان احنا بقينا بنستخدم الاكسترانت عشان اكسس الانفنتوري داتابيزز، ان انت عندك المخازن المانجمنت بتاعها او ادارة المخزن بقت عن عبارة عن سيستم او داتابيز، قاعدة بيانات هي اللي بتتحكم في دوت، وهي اللي بتتحكم في الكاستومرز برضو، البيانات بتاعة الكاستومرز وكل دوت بقى سيستمز عندي. وكل الاجزاء ديت بتعمل انتجريت ما بينها وما بين بعضيها، يعني بتتكامل مع بعض عشان تحقق لي او توصلني للاي كوميرس سيستم ككل. تمام، النقطة اللي هنتكلم عليها دلوقتي ال types of information systems. ايه هي انواع ال information systems اللي عندي؟ وبيبقى في عندي نوعين اساسيين او two main categories، ال OSS اللي هو ال operations support system، وبيبقى في ال DSS او برضو بيبقى ليه اسم تاني اللي هو ال MSS ال management support system. تمام، اول حاجة نتكلم عنها ال operations support systems. اوكي، من الاخر الـ Operation Support System دوت بيبقى عبارة عن Information System اللي بيخدم اي process او اي عملية او اي transaction بتحصل جوه السيستم عندي. اوكي، في منه 3 انواع فرعية. اول حاجة الـ Transaction Processing System، ودوت بيعمل ايه؟ دوت بيعمل process للداتا اللي بتجيلي من اي business transaction، بيحلل اي داتا
بتطلع من تقارير من البيزنس بتاعي، تمام، بيعمل ابديت للداتابيزز بتاعتي، بيحدث الداتابيز بتاعتي او بيعمل فيها مانيبيوليشنز، بيطلع لي دوكيومنتس. طبعا كل ده بيبقى ريليت للبيزنس بتاعي. زي ايه؟ زي السيلز، تقارير المبيعات، والانفنتوري بروسيسنج، تحاليل او اي حاجة خاصة بالانفنتوري بتاعي، بإدارة المخزن بتاعي، تمام، والاكاونتنج سيستمز والنظم بتاعة المحاسبة وكده، تمام. ده بالنسبة للترانزاكشن بروسيسنج سيستمز. والترانزاكشن بروسيسنج سيستمز برضو ممكن نشوفها في البنوك، ان يبقى في عندنا البنوك برضو الترانزاكشنز المالية، سواء كانت فند او ديبوزيت او ايا كان نوع المعاملة، ايه، سحب، ايداع، حوالة، كل دوت برضو يعتبر ترانزاكشن بروسيسنج سيستمز، تمام. تاني نوع عندنا اللي هو البروسيس كنترول سيستم. البروسيس كنترول سيستم دوت بيتحكم او بيستخدم في اي حاجة اندستريال. اندستريال يعني حاجة صناعية بيبقى فيها اكتر من فيز او اكتر من مرحلة. دوت اللي بيعمل مونيتور وكنترول ليها، اللي بيتحكم لي فيها وبيراقبها. زي ايه مثلا؟ البتروليوم ريفايننج، تكرير البترول او تكرير النفط، والباور جنريشن، انتاج الطاقة، والستيل برودكشن سيستمز. دي بتبقى كلها عبارة عن اندستريال او مالتي فيزز اندستريال بروسيسز، بتبقى مراحل انتاج على اكتر من خطوة. فاللي بيتحكم لي فيها حاجة اسمها بروسيس كنترول سيستم، تمام. تالت حاجة عندنا والنوع الأخير الـ Enterprise Collaboration System. الـ Enterprise هنا بمعنى ان هو شركة مثلا، ده خلينا نقول عليها كده دلوقتي. فدوت بيبقى بيخدم جميع الـ Resources، سواء كانت Hardware أو Software أو Humans، يعني احنا كبشر. فدوت برضو بيدينا الـ Support للـ Team أو الـ Work Group، ان هو بيساعد الـ Team أو الـ Teams اللي موجودين جوه الشركة، تمام. بيساعد برضو في الورك جروبس، لو في اي ميتينجز، في اي فيزز هتحتاج ان يبقى في اكتر من انتجريشن ما بين اكتر من تيم، تيم الاتش ار مع تيم السيلز مثلا. فده بيساعد على كده الانتربرايز كولابريشن سيستمز. زي ايه مثلا؟ امثلة عليه الايميل والتشات والفيديو كونفرنسينج، او زي ما احنا قلنا بالظبط الحاجات اللي بتستخدم في الميتينج والحاجات دي كلها، والجروب وير سيستمز. اوكي، فدي الثلاث انواع او الثلاث تفريعات من الاوبريشنز سبورت سيستمز. ده كده بالنسبه للاوبريشن سبورت سيستم. تاني نوع عندنا اللي هو المانجمنت سبورت سيستم، او المانجمنت سبورت سيستم دوت بيبقى هدفه كله ان هو بيساعد المانجرز او المانجيريال ليفلز في ان هم يتخذوا قرار. انا كواحد مدير شركه مثلا، ده بيساعدني ان انا بيديني تقارير، بناء على التقارير ديت انا ببدأ اتخذ قرار لصالح الاورجنايزيشن بتاعتنا، عشان نعمل اتشيف للجول بتاع الاورجنايزيشن او نحقق الاهداف اللي احنا عايزينها. في منه 3 تقسيمات فرعية برضو، ال MIS اللي هو المانجمنت انفورميشن سيستم، تمام. والمانجمنت انفورميشن سيستم دوت بيديني انفورميشن على هيئة ريبورتس او تقارير، تمام. التقارير ديت بتساعدني في الديسيجن ميكنج، في ان انا اخد قرار. زي ما قلنا اكزامبلز عليها السيلز اناليسز، تقارير المبيعات، تقارير الانتاج، التكلفة، تمام. فكل دوت برضو التقارير ديت اللي بمسؤول عنها حاجة اسمها MIS او المانجمنت انفورميشن سيستم. اجي اخد التقارير دي بقى، التقارير دي تروح لحاجة بعد كده اللي هي DSS، اللي هي الديسيجن سبورت سيستم. Decision Support System بيعمل Provide Interactive Ad Hoc Support. Ad Hoc هنا بمعنى دي كلمة بتعني This، فهنا هي بتريليت على السيستم. فهو بيديني Support بيساعدني في Decision Making Process، الخطوات بتاعة اتخاذ القرار. فده دعم اتخاذ القرار بالنسبة لي أنا كمانجر، تمام. فبناء مثلا على ان انا هاخد تقارير السيلز مثلا من الـ MIS فوق، والبرودكشن بيرفورمانس، على اساسهم هبدا احدد مثلا برودكت برايس جديد. هقول والله لا، المنتج ده انا ممكن اسعره بالطريقه الفلانيه، تمام. او ان انا ابدا اعمل مثلا حملات ماركتنج بشكل مختلف، او اعمل تارجت لحاجات معينه، تمام. او البروفيتابيليتي فوركاستنج دوت اللي هي بخصوص نسب الارباح والكلام ده بتاعتي، وابدا احدد الريسك بتاعي، الريسك اناليسيس سيستمز. الريسك بتاعي هل انا تمام كده في السوق، هل احقق مبيعات، هل احقق خساره بنسبه قد ايه. كل ده برضه بيساعدني في الديسيجن سبورت سيستم، دعم اتخاذ القرار، تمام.
وتالت واخر نوع عندنا اللي هو الاكسكيوتيف انفورميشن سيستم. الاكسكيوتيف انفورميشن سيستم دوت بيديني تقارير او معلومات حساسة بياخدها من الام اي اس اللي احنا اتكلمنا عنه اول واحد، والدي اس اس اللي هو تاني واحد، تمام، طبعا من ريسورسز تانية. المعلومات ديت بتساعدني انا بقى ك executive manager مثلا، او اللي هو مدير تنفيذي، في ان انا انفذ حاجة معينة او اتخذ اجراء معين. اوكي، ده كده بالنسبة لل executive information systems، تمام. بتساعدني بقى في حاجات ان انا ابدأ اعمل strategic planning مثلا، اغير الاستراتيجية بتاعت الشركة، ابدأ ابص مثلا على البيزنس performance بشكل عام، هل اللي احنا بنعمله ده فعلا هيحقق مبيعات قدام ولا لأ، كده الكلام ده كله. فببدأ اغيره. اوكي، ان انا خلاص خدت القرار، ابدأ انفذ القرار بقى في الـ Executive Information System. اوكي، ده كده بالنسبة للتلات انواع بتوع الـ Management Support System، تمام. في عندنا هنا شوية categories تانية، تمام، يعني في عندنا اربع انواع مش تحت التصنيفين اللي فاتوا. اول نوع عندنا اللي هو الـ Expert System، والاكسبيرت سيستم دوت بيبقى نوليدج بيزد سيستم، يعني مبني على اساس معرفي او اساس من النوليدجمنت على داتا، تمام. الداتا ديت بتدي ادفايس، الادفايس بتبقى بتستخدمها مثلا بيستخدم السيستم دوت او النوع دوت ككونسلتنت اللي هو استشاري او مستشار، تمام، بالنسبة لليوزرز. زي ايه مثلا؟ ان انا ببدأ الحاجات اللي بتبقى خاصة مثلا بالمينتنانس سيستمز، زي مثلا الترابل شوت مثلا او الكلام دوت، ان انا ببدأ استخدم الفيزز او الخطوات اللي جواه بحيث ان انا ابدأ احل مشكلة معينة او اعمل تاسك معين. فده بيبقى الكونسلتنت او الاستشاري بتاعي، تمام، لان ده بيبقى نوليدج بيزد، يعني مبني على معرفة، او اللي هو زي ما نقول بنك معرفة، تمام، اللي هو بيبقى عبارة عن شوية داتا. الداتا ديت بتساعدني او بتبقى داتا استرشادية ليا انا عشان اعمل بيرفورم الحاجة معينة، تمام. تاني نوع عندنا اللي هو النولجمنت او النولج مانجمنت سيستم، وده برضو بيبقى نولج بيزد سيستم برضو زي اللي فوق بالظبط، تمام، بس دوت بقى بيساعدني ان انا بيدي سبورت للكرييشن او الاورجنايزيشن بشكل عام. اوكي، فدوت اللي هو بيعمل ايه؟ دوت اللي بيديني البيست براكتس او البيست بزنس براكتس، ان انا بعمل حاجه معينه، فده بيساعدني ايه هي الطريقه الافضل او افضل طريقه ان انا اعملها، او مثلا ان انا عامل ماركت استراتيجي او خطه مثلا حمله اعلانيه بتستهدف منطقه معينه، فهو يبدا يحدد لي ايه احسن فئات عمريه مثلا استهدف بيها الحمله، ايه اكتر الاماكن اللي ممكن لو نزلت فيها الحمله دي هتحقق لي امباكت او عائد كويس، تمام، اكتر ناس هتستفيد من الحملة دي. اوكي، فدوت اللي بيبقى النولجمنت مانجمنت سيستم بيعمله بشكل عام يعني. اوكي، تالت نوع عندنا اللي هو الاستراتيجيك انفورميشن سيستم. الاستراتيجيك انفورميشن سيستم دوت اللي بيعمل سبورت لشوية اوبريشنز او مانجمنت بروسيسز عندي، تمام، اللي بتساعدني في الاستراتيجيك سولوشنز عشان اعمل بيها ايه من الاخر شوية كومبيتيتيف ادفانتج، او اخد بيها استفادة تنافسية. بمعنى ايه مثلا؟ ده اللي بيساعد ان انا في الحملات الاعلانية مثلا او الكلام دوت، اللي بيخليني اعرف مثلا لو ليا كومبيتيتور او منافس بيبيع نفس السلعة ايه المميزات اللي عنده، ازاي اقدر اتغلب على نقط الضعف مثلا، او اعرف مثلا هو بيبيع مثلا برودكت معين ب50 جنيه مثلا، فانا ممكن مثلا انزل عليه اوفر بسعر اقل بحيث ان انا اقدر اعمل اتراكت للناس، والناس اللي هتدخل مثلا تشتري البرودكت دوت هيشتروا له اكسسوارز، فانا كده بقى حققت مبيعات اكتر. فالاستراتيجيك انفورميشن سيستم دوت بيبقى هدفه الكومبيتيتيف ادفانتج او المزايا التنافسيه، اللي هو بيساعد في الكلام دوت. والاكزامبلز اللي مكتوبه هنا الاونلاين ستوك تريدنج، اللي هي البورصه بتاع الاونلاين، زي مثلا الفوركس لو حد فيكم سمع عن الفوركس، تمام، والاي كوميرس ويب سيستمز، الحاجات اللي طبعا زي ما احنا بنتكلم الاي كوميرس سيستمز زي مثلا سو دوت كوم وجوميا ونون والكلام ده كله، تمام. فالحاجات اللي استراتيجيك انفورميشن سيستمز بتساعدني في ان انا يبقى ليا ادفانتج من الناحية الكومبيتيتيف، ان انا اقدر انافس في السوق،
تمام، واتميز عن الاشخاص او الناس اللي بيبيعوا حاجات زي مثلا او اللي بيقدموا نفس الخدمة بتاعتي. اخر نوع عندنا اللي هو الفانكشنال بيزنس سيستمز. الفانكشنال اللي هو بتبقى حاجة خاصة بالمانجر او المانجيريال ليفل، اوكي، اللي هو المستوى الاداري. فدوت بيديني هنا شوية ابليكيشنز. الابليكيشنز ديت بتسبورت البيزنس بتاع الكمباني، بتسبورت المانجر مثلا، او بتسبورت البيزنس نفسه بتاع الكمباني، الحاجة اللي الشركة نفسها بتعملها. زي ايه مثلا؟ البرامج اللي بتساعدني في الاكاونتنج والفاينانس والماركتنج، الكلام ده كله، تمام. زي مثلا الاوفيس. الاوفيس دوت يعتبر فانكشنال بيزنس سيستم، لو هناخدها مثلا مش كمثال واقعي، بس اللي هو حاجة بتساعدني في ان انا احقق البيزنس بتاع الشركة بتاعتي، او ان انا اقدر ان انا انجز تاسك تبع البيزنس بتاعي. اوكي، في برامج طبعا كتير جدا بتختص بالكلام دوت، في الاكاونتنج مثلا او الفاينانس او الماركتنج، الكلام ده كله، بس يعني كمثال عام بحيث ان احنا نوضح الفكرة بتمشي ازاي. طبعا مش مطالبين ان احنا نحفظ الكلام دوت، احنا بنفهم بس الفكرة العامة للسيستمز دي بتبقى ماشية ازاي. اوكي، النقطة اللي بعد كده هنتكلم عن التشالنجز والاوبورتيونيتيز، التحديات اللي ممكن تقابلنا والفرص وازاي نستغلها. اوكي، فهنا هنتكلم عن شوية الاكزامبلز لشوية التشالنجز بتقابل المانجرز، اوكي، البيزنس عامة، او انا كمدير صاحب بيزنس، التحديات اللي هتقابلني وايه الفرص اللي برضو اقدر اخلقها او استغلها صح بحيث ان انا اكبر البيزنس بتاعي. اوكي، في عندنا 3 انواع: البيزنس اي تي تشالنجز، والبيزنس اي تي ديفلوبمنت، والبيزنس اي تي جولز. اوكي، دي ال3 نقط او ال3 حاجات اللي بيبقى فيهم من ناحية التشالنجز، التحديات اللي تقابلني، وازاي اقدر اخلق منها فرص استفيد منها في البيزنس زي بتاعي. مثلا النقطة بتاعت البيزنس انتربرايز او البيزنس والاي تي تشالنجز، تمام. النقطة ديت بيتكلم ان انا لازم يبقى عندي سبيد وفلكسبيليتي ريكويرمنتس، يعني ريكويرمنتس او الديفلوبمنت عندي بتاع البيزنس عامة يبقى فلكسبل وسريع، يبقى طبعا في عندي مرونة وفي عندي سرعة في الاستجابة، تمام، وسرعة في البرودكشن ذات نفسه. اوكي، تاني حاجة ان يبقى عندي انتجريشن ما بين الكروس فانكشنال للبيزنس بروسيسز. الكروس فانكشنال هنا بمعنى الديبارتمنتس او الاكتر من شخص اللي ليه، كل واحد ليه دور مختلف. عندي مثلا الماركتينج والاتش ار والفاينانس، كل دول اقسام مختلفة او different departments، بس كلهم مع بعض بيشتغلوا عشان يحققوا هدف معين، فده بيبقى اسمه cross functional. اوكي، طبعا هنا ان انا اعمل انتجريشن يبقى في تعاون او تكامل ما بينهم، بان انا استخدم الانترنت تكنولوجيز. اوكي، اخر نقطة ان انا اعمل انتجريشن ما بين الاي بيزنس والاي كوميرس بتاع الاورجنايزيشن بتاعتي، تمام، ان انا ادمج ما بين النقطتين دول بحيث ان انا احقق اهداف المنظمة بتاعتي. اوكي، تاني نقطة عندنا البيزنس والاي تي ديفلوبمنت. الاي تي نفسه دوره ايه في البيزنس؟ ان انا بستخدم ال 3 different types of networks اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، الانترنت والانترنت والاكسترنت، وان انا استخدم الويب برضو as a primary infrastructure، ان انا يبقى عندي بنية تحتية كويسة، تمام، وان انا ابدأ استخدم الويب تكنولوجيز عشان اعمل انترنت ورك ما بين الامبلويز وبعضيهم، ما بين الاقسام وبعضيها. اوكي، يعني انا مثلا في واحد في الاتش ار عايز يبعت ايميل لبتاع السيلز، فيبقى في انترنت ورك تربطهم ببعض، فاهمين الفكرة؟ بس بحيث ان ده هيسهل ويسرع الاداء بتاع الشغل. اوكي، وطبعا برضو بعمل انترنت ورك ما بين الكاستومرز والسبلايرز. اوكي، برضو بالنسبه للنقطه الثالثه اللي هي البيزنس والاي تي جولز، دي بتعتمد على حاجه اسمها كاستومر فاليو وبيزنس فاليو، ان انا بدي للكاستومر الحاجه اللي هو عايزها في الوقت اللي هو بيكون محتاجها فيه فعلا وباقل تكلفه، فكده انا بقى حققت الكاستومر فاليو. وان انا اعمل تعاون او صيانة ما بين البيزنس بتاعي، البيزنس بروسيسز بتاعتي،
والسبلايرز والكاستمرز، ان انا عملت يبقى فيه كده الكوردينيشن اللي هو التعاون او الترابط، بقيت رابط البيزنس بالسبلاير بالكاستمر، كل دول بقوا مترابطين مع بعض، مش ترابط اللي هو يقدر يتعامل معاه بصورة مباشرة. بس الفكرة ان انا مثلا الكاستمر عندي محتاج منتج معين، المنتج ده لازم اكون انا موفره، فلما بلاقيه وصل لكمية معينة بكلم السبلاير بحيث ان السبلاير يجيب لي المنتج فالكاستمر يجي يلاقيه، وهكذا. ده بمعنى الكوردينيشن. اوكي، بس وان انا استخدم برضو الماركتينج تشانلز عشان اقدر ان انا اوفر يعني احقق اكبر نسبة مبيعات، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اوفر للكاستمر احسن، يعني اوفر له السلعة بسعر يكون ريزونابل وكويس بالنسبة له. النقط ديت مش مطالبين بيها ان انتوا تحفظوها، هي بس مجرد نقط كده للفهم. اوكي، بعد كده السلايد اللي عليها الدور اللي هي الـ Success and Failure with IT. الفكرة كلها اللي عايز يوضحها لنا هنا ان نسبة النجاح بتاعت اي information system مش بس بتتقاس بالـ Efficiency، يعني ما بتتقاسش بس بالدقة بتاعتها، تمام، ولكن برضو بتعتمد على الـ Effectiveness اللي هي الفعالية. يعني ما ينفعش بس ان انا اقيس نجاح اي اس او انفورميشن سيستم بان انا بس اقول اه والله لا انا عامل سيستم افيشنسي دقيق بس، يعني تمام ماشي، بس فين الفعالية بتاعت السيستم ده؟ فبتعتمد برضو على الافكتيفنس بتاعت الانفورميشن تكنولوجي اللي بيدي سبورت للبيزنس بتاعي، تمام. فلازم يبقى عندي اي تي ديفلوبمنت كويس، سواء كان بقى انفراستراكشر او نتوركس او ايا كان الاي تي بيساعد في ايه بالظبط، بس لازم يبقى المساعده بتاعته ديت تكون افكتيف للبيزنس بتاعي بحيث ان انا اقدر احقق الاستراتيجيز اللي انا حاططها للشركه. اوكي، بس بعد كده بنتكلم هنا عن ديفلوبينج للاي اس سولوشنز. ان انا دلوقتي لو عايز عندي مشكله معينه او اتفقنا ان بروبلم ديت بروبلم يعني تارجت او تاسك او اي حاجه من الحاجات ديت، مش اللي هي مش شرط تكون مشكله بمعناها الحرفي. اوكي، فاحنا هنا لو عايزين نعمل ديفلوب لانفورميشن سيستم بحيث انه يساعدني في ان انا اعمل حاجه معينه او اتشيف حاجه معينه، تمام. فهنا احنا بنتكلم ان معظم ال information systems دلوقتي كلها computer based، يعني معظمها اللي لم يكن كلها بتعتمد على software، ما هيش حاجة زي traditional information systems ان هي كلها بقت ورق وسجلات والكلام ده، لا كلها بقت systems دلوقتي based on computer. فليها زي لايف سايكل كده او مجموعة من المراحل بنمشي عليها عشان نقدر ان احنا نعمل ديفلوب للانفورميشن سيستم بتاعنا ده. اوكي، الديفلوبينج للاي اس سولوشنز بتعدي عندنا بخمس مراحل. اوكي، زيها زي فكرة الاس دي ال سي او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. فاحنا هنا بنبدأ نعمل اول حاجة انفستيجيت، ببدأ اشوف المشكلة بتاعتي ايه او الحاجة اللي انا عايز اعملها ايه. دلوقتي مثلا انا عايز احقق نسبة مبيعات اعلى. اوكي، فده كده انا عملت انفستيجيت، عرفت الحاجة اللي انا عايز اعملها ايه، ابدأ اعمل لها انالايز بقى. طب ايه اللي ممكن يساعدني ان انا ابيع اكتر؟ طب ليه انا ما ببيعش اكتر؟ اوكي، فببدأ ان انا اعمل انالايز للبروبلم اللي انا عملت لها انفستيجيت. اوكي، بعد ما بعمل لها انالايز اقول والله تمام، هبدأ ادخل على الديزاين. الديزاين ان انا اقول انا احتاج مثلا ان انا اعمل حملة اعلانية او ان انا هعمل مؤتمر دعاية لحاجة معينة، فببدأ اشوف الديزاين، او مش شرط الديزاين ان هو يبقى كده، يعني ممكن الديزاين دوت اللي هو انا هعمل سيستم. اوكي، بس انا بدي مثال بحيث انه يبقى مبسط الصورة بس مش اكتر. اوكي، بعد ما بعمل ديزاين دوت ببدا اعمل له امبلمنت، ان انا ببدا انفذه على ارض الواقع، وبعد ما بنفذه بنبدا ندخل في اخر مرحله اللي هي مرحله المينتننس، ان انا خلاص ده بقى اوكي عندي وشغال وكل حاجه، ببدا اعمل مينتننس ان انا اعمل انشور واتاكد ان السيستم بتاعي شغال زي ما انا عايز، او الحاجه اللي انا كنت بعمل لها ديفلوبمنت الانفورميشن سيستم بتاعي السولوشن دوت بيحقق لي الحاجه اللي انا كنت عايزها وبيحل لي المشكله اللي كانت واقفه عندي. اوكي،
فهنا بيقول لك ان انت as a manager برضو بيبقى ليك شوية ethical responsibilities، بيبقى ليك شوية مسؤوليات او حاجات لازم عليك انك تعملها. اوكي، طبعا كونك بتستخدم information technology فالحاجات ديت بتبدأ تظهر، او ال responsibilities بتبدأ تظهر معاك، شوية المسؤوليات ديت بتبدأ تظهر جراء ان انت عندك information technology مربوط معاك في ال information system بتاعك. اوكي، بنتكلم هنا في السلايد ديت عن شوية information system careers. ما اعتقدش خالص ان السلايد ديت هيبقى فيها اي حاجة او اي حاجة يعني تخص ان احنا هنحفظ الكلام دوت، هي مجرد فكرة بس بيوضح لك فيها الرولز، الادوار، كل واحد بيبقى دوره ايه والمسمى الوظيفي بتاعه بيبقى ايه في ال environment او بيئة العمل، ان الناس دي كلها بتشتغل مع بعضيها عشان نقدر نوصل لهدف معين او ان احنا نحقق حاجة معينة، فدول كلهم بيبقوا متعاونين في بيئة عمل واحدة. اوكي، وطبعا يعني الوظائف ديت هتلاقيها كلها في الـ اي انفورميشن سيستم، هتلاقي فيه ان الرولز دي كلها او الادوار دي كلها، ان انت بيبقى عندك فيه سيستم اناليست. اوكي، دي الناس اللي بتبقى مسؤولة عن الانالايز للداتا بتاعتي والانالايز للسيستم بتاعي دوت بيمشي ازاي. في عندي سيستم كونسلتنت، الاستشاري بتاع السيستم، سواء الكونسلتنت دوت كان فور ترابل شوتينج او في مشكلة، او كونسلتنت اللي هو بيبقى نوليدج بيزد او اللي هو بيديني داتا معينة انا محتاجها ويساعدني في الديسيجن بتاعي. اوكي، ديسيجن سبورت سيستم زي ما قلنا. بيبقى في عندنا حاجة اسمها business applications consultant. ال business application consultant ده بتبقى relate لل business بتاعي، relate لل target او الحاجة اللي انا عايز احققها في الشركة نفسها. اوكي، عايزين هنا نعمل define بعد ما عرفنا كل النقط ديت يعني ايه system. السيستم زي ما هو كاتب هنا ان هو بيبقى مجموعة من الحاجات المترابطة بينها وبين بعضيها، اللي هو set of interrelated components، تبقى مجموعة من الحاجات، الحاجات ديت متكاملة مع بعضيها، تمام، وبتشتغل في حدود معينة أو في حاجة معينة، تمام، اللي هو ال defined boundary، إن أنا محدد للسيستم دوت 1 2 3 4 هيمشي عليهم، ما بيخرجش براهم ولا بيزيد عنهم، ماشي في boundary معين، بيشتغلوا مع بعض عشان نحقق هدف مشترك في الآخر. أوكي، ده كده بالنسبة للسيستم. طيب السيستم ده بيبقى ليه مجموعة من الفانكشنز او الحاجات اللي زي ما اتفقنا، المهام اللي السيستم المفروض بيعملها. اوكي، طبعا اي سيستم في الدنيا ال 3 main functions بتوعه ان هو بيعمل input و processing output. input ان هو بيبدأ يعمل capturing و collecting للداتا او للelements اللي انا هبقى محتاجها. اوكي، او اللي انا هعمل عليها process لحاجة معينة، سواء كانت ال input دوت كان ممكن يبقى raw يعني مواد خام او energy او data او human effort، كل دي حاجات بيتعمل لها process في ال system بتاعي. اوكي، فدي كلها بتعتبر input. ال input دوت بيبدأ ان انا اعمل عليه processing، processing ان انا ببدأ اعمل transformation process عشان احول ال ايه ال input بتاعي دوت ل output اقدر استفيد منه. اوكي، ال output بقى اللي هو ال function التالتة عندنا، ان انا بعد ما بخلص ال process ببدأ اخد ال elements اللي انا خلاص انتجتها ديت، بحيث ان انا ابدأ اوديها لل destination بتاعتها او اوظفها في الحاجة اللي هي في مكانها. يعني زي مثلا examples هنا ال finished products، خلاص اوكي انا لو دخلت مواد خام والمواد الخام دي عملت لها transformation، مثلا دخلت مثلا مواد خام جلد مثلا، طلعت منه شوية شنط ومحافظ والكلام دوت، ال output ان انا بقى عندي product، ال product ده هبدأ انزله في السوق. اوكي، فده كده ان انا بوصله لل destination بتاعه او ال target بتاعه. في مثلا ال human services، ال human services اللي هو مثلا في الشخص بتاع ال delivery مثلا، او الشخص بتاع اللي هو الشيبمنت المسؤول عن الشحن الكلام دوت، اي واحد اي رول مثلا بتشتغل، فانا انا ببدا اوظف مجهوده دوت في الحاجه اللي انا محتاجها فيها فعلا. يعني انا مثلا مش هاخد واحد بتاع ماركتنج واخليه كونسلتنت في الفاينانس مثلا، فلا مش هتمشي، مش هينفع، فلا انا بودي كل واحد او بودي كل دور في المكان اللي يختص بيه. تمام، في عندنا نقطتين مهمين برضو لازم نتكلم عنهم، حاجة اسمها الفيدباك وحاجة اسمها الكنترول. اوكي، الفيدباك دوت بيبقى عبارة عن ايه بقى؟
من الاخر كده الفيدباك ديت بتبقى داتا اباوت داتا، اوكي، او اللي هي بيبقى عندي داتا اباوت بيرفورمانس اوف ا سيستم، يعني داتا باخدها او تقارير مثلا عن اداء السيستم بيبقى ماشي ازاي. اوكي، ممكن الداتا دي تبقى مثلا زي ما بنبص هنا الداتا اباوت السيلز بيرفورمانس، مثلا تقرير المبيعات اليومي، مثلا انا عرفت انا بعت كام قطعة النهاردة وحققت ارباح قد ايه والكلام ده كله، ده يعتبر فيدباك. اوكي، فيدباك للسيلز مانجر. ممكن تبقى الفيدباك دي برضو على هيئة حاجة تانية، زي مثلا في الطيارة السبيد والالتيتيود والاتيتيود، السرعة والارتفاع والكلام ده كله والدايركشن، دي كلها بتبقى فيدباك للاوتو بايلوت او للبايلوت. اوكي، طيب فايدة الفيدباك دي ايه؟ الفيدباك دي بتساعدني ان انا اعمل كنترول. الكنترول ان انا بعد ما بعمل كولكت للداتا ديت ببدأ اشوف الفيدباك ديت بعمل لها ايفاليويت، على اساس ان انا هحدد ان كان السيستم بتاعي بيمشي زي ما انا راسم وموفينج توورد عشان يحقق الجول بتاعه ولا لا. لو لا ببدأ اعمل كنترول ان انا ببدأ اهندل الموضوع دوت وابدأ اعمل التعديلات بتاعتي اللي ممكن تساعدني ان انا اخلي السيستم يمشي تاني في المسار بتاعه عشان يحقق الهدف اللي معمول عشانه اصلا. اوكي، فهنا ده الفرق ما بين الفيدباك والكنترول، والاتنين معتمدين على بعض اصلا. اوكي، هنا ده دايجرام رسمة بتوضح عندنا الفكرة ديت للسيستم، مكونات السيستم، ومكونات السيستم ديت اللي هي الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت. اوكي، وبعد كده بعمل فيدباك، وعلى اساس الفيدباك دوت بعمل كنترول. تمام، والكنترول هو اللي هو مانجمنت او ادارة. تمام، ده كده السيستم اورجانيزيشن او الاورجانيزيشنال سيستم بتاع مثلا ايكونوميك، حاجات تجارية او كده، فبرضه بيحقق عندي الستيجز او النقط اللي احنا اتكلمنا عنها. اوكي، في برضه عندنا الكومبوننتس بتاعة الانفورميشن سيستم. تمام، الانفورميشن الكومبوننتس بتاعت الانفورميشن سيستم دي بتبقى كل حاجة حرفيا عندي في السيستم بتاعي او الانفورميشن سيستم، سواء كانت الحاجة دي بقى هاردوير ريسورسز او سوفت وير ريسورسز او بيبل او هيومن ريسورسز، موارد بشرية، او الموارد دي كانت سوفت وير او الموارد دي كانت هاردوير، حاجات ملموسة، الاجهزة مثلا، الانفراستراكشر، الشبكة بتاعتي، الداتا تعتبر برضو ريسورسز، النتورك ريسورس، كل دول مع بعض بيكونوا لي حاجة اسمها انفورميشن سيستم او نظم المعلومات. نظام المعلومات بيبقى متكون من كل دول، اي ريسورس عندي حتى بالريسورسز البشرية، دول كلهم مع بعض بيشتغلوا مع بعض بحيث انهم يكونوا لي انفورميشن سيستم. تمام، فايدته ايه؟ ان انا بديله انبوت، الانبوت دوت ببدأ ان انا اعمل عليه بروسيس عشان اطلع منه اوتبوت استفيد منه عشان احقق اهداف المنظمة بتاعتي. دي الفكرة العامة بتاعت الانفورميشن سيستم وبيتكون من ايه. اوكي، تمام، هنا بقى بيبدأ يشرح كل واحدة منهم بتبقى أمثلة عليها ايه، زي ال people resources اللي هي ال specialists و system analysis، الأخصائيين وال IT مثلا، ال software developer، ال system operator، وال end user اللي هو المستخدم اللي يدوبك حتى ما بيعملش، مش اللي هو involved في حاجة، مش بيطور حاجة في system بس لأ بيستخدمه، برضو يعتبر جزء من ال information system. تمام، وال hardware resources، الماشين والكمبيوتر، الفيديو مونيتورز، الكلام ده كله. تمام، والسوفت وير ريسورسز اللي هي الاوبريتنج سيستم والبرامج اللي بتشتغل عليه، والبروسيجرز، اللوائح، واليوزر مانيوالز او اليوزر جايدز. اوكي، الداتا ريسورس مثلا اللي هو البرودكت ديسكريبشن، الكاستمر ريكوردز، الكاستمر ريكوردز اللي هو مثلا اسمه، عنوانه، رقم موبايله، اي حاجه من الحاجات دي، والانفنتوري داتابيزز. تمام، الداتا بتاعت المخازن بتاعتي، والنتورك ريسورسز زي ما هو مكتوب برضو، الكوميونيكيشن ميديا والكوميونيكيشن بروسيسز، اي حاجه انا بستخدمها سواء كانت راوتر، سويتش، هوب، اكسس بوينت، الكلام ده كله. ومنها برضو السوفت وير، الحاجات بتاعت السوفت وير اللي بتساعدني ان انا اعمل ميتنج والفيديو كونفرنسنج والكلام دوت. اوكي، والانفورميشن برودكتس زي المانجمنت ريبورتس، التقارير الاداريه والتقارير اللي بتخص البيزنس بتاعي، سواء كانت ديت ممكن تبقى تكست او جرافيك ديسبلاي، سواء كانت تشارتس مثلا او اللي هو رسوم بيانيه او مجرد نصوص او تقارير، ملفات صوتيه من اي نوعها ايه، دي برضو تعتبر انفورميشن برودكت. اوكي، بعد كده هنا بيشرح عندنا 3 نقط اتكلمنا عنهم في الـ Introduction to Computer Science، اللي هو الـ System Software والـ Application Software والـ Procedures
واظن ان احنا وضحناهم بصورة كويسة هناك، يعني ما اعتقدش ان في حد معاه مشكلة فيهم. اوكي، وفي عندنا الداتا ريسورسز. الداتا ريسورسز دي بقى هنا هي اللي هنقف عندها شوية بحيث ان احنا نوضحها اكتر للناس. اوكي، فالداتا ريسورسز هنا اللي هي اي داتا او اي بيانات انا ببدأ اجمعها عن اي حاجة خاصة بالانفورميشن سيستم بتاعي، من اول الهيومنز او من اول اصغر عامل عندي في الشركة لحد اكبر ريسورس عندي في الشركة. تمام، كل الداتا ديت اللي انا بجمعها هي دي تعتبر الداتا ريسورس بتاعتي. اوكي، ايا كانت نوعها ايه او بتخص مين. تمام، فزي ما احنا شايفين هنا ان الداتا ديت بتتجمع وبيتعمل لها ستور وبروسيس واناليز، ان انا ببدأ احللها واعمل لها بروسيس، ان انا بعمل لها ايا كان نوع الداتا دي، فعلى اساسها هبدأ احدد نوع البروسيس ايه. اوكي، طبعا الكلام ده بيتعمل من خلال سوفت وير ابليكيشنز. اوكي، فطبعا بيقول ان الداتا دي ممكن تبقى على شكل ارقام، حروف، اي حاجة من الحاجات دي، تكست عادي. اوكي، paragraphs، images، صور، ايا كان نوعها ايه، دي كلها تعتبر data resources عندي. تمام، وهنا بيقول لي ان ال data resources ديت بتبقى organized و stored بطريقة معينة بحيث ان انا اقدر استخدمها وقت ما ابقى محتاجها، ومتبقاش متسابة كده وخلاص، لا، بتتشال عندنا في databases او قواعد البيانات. قواعد البيانات ديت هي اللي بتمسك او بتشيل ال processed و ال organized data. تمام، يعني الداتا اللي بتجيلي ديت انا بعد ما بعمل لها بروسيس وبطلع منها نتائج انا هبدأ استخدمها او هستفاد منها، بخزنها عندي في قواعد البيانات وبرتبها بحيث ان انا لما احتاجها اقدر ان انا اوصلها بسهولة بعد كده، ما تبقاش الدنيا يحصل كونفليكت او يحصل انترفيرنج والدنيا تدخل في بعضها. تمام، في عندنا حاجة تانية اللي هي حاجة اسمها النوليدج بيزز. النوليدج بيزز ديت ان انا بشيل جواها نوليدج. يعني ايه بشيل جواها نوليدج؟ ان انا بشيل جواها مثلا الفاكتس، الرولز، البيست براكتسز، اللي هو مثلا لو بتبقى زي ما اتفقنا النوليدج بيزد دوت اللي بيستخدم ككونسلتنت او كاستشاري، كمرجع ليا. تمام، ان انا لو حصلت مشكلة، تمام، ايه اللي نعمله هنا؟ اوكي، تعمل كذا كذا كذا. والله مثلا احنا عايزين نعلي مبيعات في الحتة الفلانية، ايه احسن طريقة؟ برضو بنرجع للنوليدج بيزز. تمام، فالنوليدج بيزز ديت بتبقى برضو عبارة عن اكسبيرينس او شايلة سكسسفول سيناريوز. اوكي، هي الحاجات اللي انا لو مشيت عليها بتحقق لي افضل نتيجة انا عايزها. فهمتوا؟ ده معنى النوليدج بيزز. بس بكده هنا برضو في السلايد ديت بيتكلم عن بيشرح بقى اكزامبل الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت والكلام دوت بيمشي ازاي وبيعمل انتجريت او بيتعامل مع بعضه ازاي. بس وبكده نكون خلصنا السلايد بتاعت الليكتشر 2، واتمنى انها تكون سهلة وبسيطة ان شاء الله.